عندي بقى الام الفرفوشه. ام الفرفوشه دي اداه تحفه جدا جدا، اداه التربيه اسمها روح الدعابه. الام الفرفوشه زي الزوجه الفرفوشه اللي اتكلمنا عليها، ما هتبقى زوجه فرفوشه نعمه من ربنا، تبقى ام كمان فرفوشه تحفه جدا. بصي عايزاكي تفكري تفرحي مع عيالك. بصوا يا جماعه عشان بس نبقى صريحه معاكم، ابتدائي اعدادي ثانوي خلاص خلاص، جامعه بقى وبعدين هيبقى مشغوله وما تبقى مشغول وهو كمان ومش عارفه ايه، وبعدين اللي تتخطب واللي يروح يخطب واللي يتجوز وبعده خلاص. تفتحي الاوض مش عارفه هنا كانوا مخربين، طب تعالوا بس اعملوا مش عارفه، بس متخربوش راح. عارفين عارفين لما تيجي فتره وتبقي فعلا مفتقده فعلا فين الاولاد وفين كذا وفين، هي فتره اعملي بصمات ما تروحش من دماغ عيالك. اعملي بصمات الله يبارك لها امي، الله يكرمه ابي ده كان كذا. عارفين وحش الزغزغه اللي كنا بنعمله ده، ها اللي هيزغزغ دلوقتي عيده تاني وكبار اللي ملمش لعبه وحش الزغزغه جاي، اللي مش عارفه ايه هنعلق من الودان وهنبوس مش عارفه منين، اللي ما غسلش ايده يلا مش اي حاجه اي حاجه، اربطها بسلوك اربطها بطلب اللي ساب مش عارفه اكله ما شالوش، اللي ساب الكتب مش عارفه ايه. بس طبعا لازم تتجنبي الاوقات اللي فيها ايه بقى اللي مش مناسبه للهزار، يعني ما يبقاش هم محبطين وزعلانين ومش عارفه وايه وانا جاي اعمل فيهم انت مش حاسه بيا. وخلي بالكم ارجعوا لاداه المشاعر، انا حاسه بيك، انا شايفه قد ايه انت متالم، ده عندك حق. بس علاج الامر ده تعالى نفكر فيه مع بعض، واقلبه على طول على اداه التفكير. اكسر الروتين اكسر الروتين، الحياه صحى ينبدري وزن وعيطه ومدارس وواجبات واوامر واوامر اوامر وما بس اعمل اعمل ما تعملش ما تعمل وواجبات مهم، الحياه كلها مضغوطه، لازم في فرصه ان احنا نكسر فيها الروتين ده، فرصه يبقى فيها ضحك، يبقى نضحك مع بعض. واحد زوجة تقول لي بصي والله العظيم انا بضحك وبتي بصي وبعمل كل حاجه، اما الزوج ده نكدي نكدي ابن الذين عمال يقول لي ايه ده، هو انت مش هتعالي وانت على طول بتهزري وانت يا عم ما تسيبها تفرفش العيال وتعمل كذا، يعني البيت المكتوب اللي بيبقى كل لا لا غلط، البيت اللي دايما فيه مشاكل وفيه غم وفيه كذا، حلو ان تبقى فيه ام فرفوشه، دي نعمه من الله سبحانه وتعالى. الام اللي دايما بتظهر، انا بحكي لكم دلوقتي وعندي تصور بيت هم عارفين نفسهم وموجودين دلوقتي، البيت كله بالاربع عيال تخش من البيت مش هتبطلوا ضحك، تعليقاتهم اصلا على بعضهم ضحك جدا، حتى لما بيزعلوا مع بعض والبنت مثلا الصغيره البنوته تزعل ومش عارفه تعمل ايه، الردود عليها بتبقى قفشات تحفه جدا وعضو، بحيث ان هي بتبص وتسكت، ما يبقاش في امر للزن ولا الخناق ولا العياط ولا اتخنقنا ولا خرجونا ولا خلفتونا ليه، مش هيبقى فيه الكلام ده. لو حصلت خناقه بين الاخوات اعمل ايه؟ بص دور الحاج خناقه بقى، طب بس مش عارفه افك مش عارفه افك الخناقات ما بينهم اعمل ايه؟ دور الحكم يا واخد المايك بقى، والان سيداتي يعني ساتي ساداتي اللعب الان حامي جدك جدا، وهنشوف وهنسمع مع الفريق الاول اللي بيمثله احمد باشا كعب الغزال، يلا يا ابني اطلع يا ابني قول يلا اشرح لنا ايه المشكله، عملت ايه لام الهبل اللي عماله بتقول ايه اللي بتعمله ده، بعمل ايه؟ بفصل بفصل ولخبط الفصين بتوع المخ، يلا هي اطلع اتكلم قول، واشيله كده يلا واشيله واقول واحطه كده، ايه جاي وانت بتغسلي وانت بتعملي هدومك مبلوله وماما شيليني واعمل واعمليني، وعمال يعيط ويزن عايزك تشيلي، اه بس تعالوا تعالوا انا اشيلك بس كده تعالى بقى، وحرب الميه تعالى حلو الملامح، انت جيت لي عشان تعمل اقلب الدنيا زي ما تبقاش كلها انت جاي وانا هغير غير الهدوم، انت جاي وانا مش عارفه بعمل ايه، انت جاي وانا مش مهم مش عايز اكل، تمام جدا جدا، فين اللي مش عايز تاكل لعبه السياره والصاروخ وبس بسيبه، لو كبر شويه ده انا هدلقه عليك، حرب الطعام مفيش حرب طعام، بس يعني ايه هو كده. طب كبروا كبروا ايه المشكله، عيشي حياتك يا بنتي وشوفي اي هزار ممكن يضحكوا، القلش مثلا لما بيكبروا اتعلمي القلش ايه المشكله، قصف الجبهات مثلا بيعملوه مرحله اعدادي 12 13 سنه، حرب المخدات ولا حرب الميه، حرب المخدات مع الكبار حرب الميه بقى، وشوفي الشباب بحرب الميه خربوا لك الدنيا والسجاد. راعي طبعا زي ما انا قلت لك الوقت المناسب والوقت المش مناسب ليهم، اللي هم فيه زعلانين قوي محبطين عايزينك بس تشاركي المشاعر قبل ما يخش طبعا في مود الغم والحزن، انت تبتدي تعملي الكلام ده انك تبقى في عندك فرح وتبقي ام فرفوشه وتمارسي هواياتك في الفرشفه في الفرفشه كام فرفوشه، لما يفهموا كلامك لما يبتدي الطفل يفهم الكلام، يطلب مثلا انك عارفه لما الطفل يطلب انك تهزري معاه، عارفه ايه؟ محتاج ان يكسر روتين حياتي، ماما ما تيجي نهزر ما تيجي نعمل ماما بلاش غم بقى ماما كذا بقى، الله يخليك يا حاجه بقى يبقى هو محتاج. وانوي طبعا خلي حتى نواياي في حاجه زي كده ايه ادخال السرور،
ادخال السرور على قلب اولادي وان انا افرح اولادي يبقى البيت فيه فرحه، ما يبقاش دايما هم وغم، لان الحياه كلها صراحه هم وغم. خلينا حتى نفرحهم ونعمل بصمه حب وبصمه فرفشه. وتوب يا ام فرفوشه.